عن 20 منطقة نشاطات تتوزع عبر إقليم ولاية بتنا، منها هذه المنطقة بدائرة المعذر التي يتوسطها هذا المصنع المتخصص في صناعة الخزف الصحي. تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية وبالتالي تنويع المنتجات وتوفير مناصب شغل. أما الهدف الأسمى لمؤسسة تياما هو الوصول إلى الأسواق العالمية بمنتج صنع بأيادي جزائرية. شباب تفننوا في تقنيات حديثة فأبدعوا وطموحهم ولوج الأسواق العالمية. نحن كشباب خريج الجامعة الجزائرية تمكنا من التحكم في تكنولوجيا لصناعة جزائرية بجودة عالية لولوج الأسواق العالمية. وغير بعيد عن مناطق النشاطات، مصانع سيراميك تنتج كميات هائلة وبجودة عالية، استطاعت من خلالها تحقيق عمليات تصدير عديدة. ورانا نصدروا للخارج إلى اليمن، إلى سورينام، أمريكا الجنوبية وإلى ليبيا، ورانا نصدروا بقوة خاصة ليبيا. مرافقة الدولة للمستثمرين كانت من خلال تذليل العقبات خاصة الإدارية منها. هذه الوحدات اللي راهي تنتج وغطات السوق المحلي والان راهي تضاهي الاسواق الدوليه، وراهي الان تصدير خارج المحروقات لعده دول افريقيه واوروبيه وحتى امريكيه على مستوى يعني العالمي، وشي هذا اللي خلانا نتقربوا من المستثمرين وندعمهم ونذلوا لهم الصعاب ونرفعوا لهم العراقيل. استحداث مناصب الشغل وتحريك الاقتصاد الوطني لجلب استثمار حقيقي منتج وخلاق للثروة هو هدف المستثمرين بولاية بتنة.